إذن متابعينا الكرام، هكذا الانطلاق وهكذا هو التحدي، وشوطنا الثالث يحملنا الزمول المحليات الأصايل. هنا شوطنا الثالث يعتبر بالنسبة للزمول هو الشوط الأول، لنذهب إلى الصدارة الأولى إلى الأسد. هنا يتقدم في هذه اللحظات من خلال تواصل شعار برملي، هنا سليم برملي العامري يتواصل في هذه اللحظات من خلال هذا الاندفاع مع الأسد مع الصدارة الأولى والمركز الأول سليم برملي بن محمد العامري، بينما المركز الثاني هنا الشامخ لمسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي يأتي في هذه اللحظات على ثاني الأسماء، بينما المركز الثالث هنا متابعينا الكرام محذر ومسلم أو محمد بن مسلم بن بخيت الراشدي يتواصل في هذه اللحظات على ثالث الأسماء، بينما المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات من شاهين لعبد الله بن بطي بن حميد الدرعي يتواصل في هذه اللحظات على رابع الأسماء، بينما المركز الخامس هنا مشاهدين الأعزاء يأتي شعار الخزع بن محمد بن القرين العامري يقدم لنا هنا وداع في هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة، بينما هناك الوصول الآخر في هذه اللحظات من مشكور سالم بن بخيت بن نوبي العامري يتواصل في هذه اللحظات ويقدم لنا شعاره وتحدياته وإبداعاته وانطلاقاته الرائعة، بينما هناك الوصول من شاهين لحمد بن سالم بن حمد بن اطبع العامري على سادس الأسماء. ناخذ المركز السابع هنا القادم في هذه اللحظات شاهين لمحمد بن حزمي بن الناس العامري، هنا يتواصل في هذه اللحظات على سابع الأسماء. المركز الثامن هنا القدوم في هذه اللحظات والتواصل هناك من النداوي للعثب الخزع بالعثب الهركي العامري ياتي على ثامن الاسماء. المركز التاسع هنا القدوم من هملول وسليم بن سلم بن قزول العامري، بينما عاشر الاسماء ياتي في هذه اللحظات الاسد سهيل بن سالم بن حمد بن اطبع العامري. هذه النتيجه للعشره الاسماء المتقدمه الاولى، لنعود الى الصداره لنعود الى المركز الاول. Oh,
اذا عوده متابعينا الكرام الى مسار الشوط وعوده الى الاسد. محمد ياتي في هذه اللحظات مع الاسد في هذا المسار. سليم بن رملي بن محمد العامري يقدم لنا الاسد على الصداره الاولى والمركز الاول من خلال هذا التحدي وخلال هذه المنافسه ايضا في هذا المسار. بينما المركز الثاني هنا القدوم وهنا التواصل مشاهدين الاعزاء متابعينا الكرام، ياتي في هذه اللحظات ويتواصل هناك شعار عبد الله بن بطي بن حميد الدرعي يقدم شاهين على ثاني الاسماء. بينما ثالث الاسماء ياتي الشامخ مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي ياتي في هذه اللحظات على ثالث الاسماء. بينما المركز الرابع رابع الاسماء ياتي في هذه اللحظات هناك متابعي الكرام والداع للخزع بن محمد بن قرين العامري يقدم لنا شعاره وتحدياته على رابع الاسماء. بينما المركز الخامس شاهين لحمد بن سالم بن حمد بن طبع العامري وهناك الوصول هناك القدوم ايضا في هذه اللحظات على سادس الاسماء ياتي النداوي للعثب الخزع بالعثب الهركي العامري يقدم لنا النداوي على سادس الاسماء. بينما سابع الاسماء شاهين ياتي هنا ومحمد بن حزمي بن قناص العامري ياتي في هذه اللحظات على سابع الاسماء. بينما المركز الثامن المركز الثامن هناك القدوم وهناك التواصل من شعار محمد بن سلم بن بخيت الراشدي يقدم لنا محذر في هذا المسار الرائع والجميل والتحدي هنا من خلال هذه الانطلاقة وهذا المسار ما شاء الله على ثامن الأسماء. تاسع الأسماء هناك القدوم من الأسد لسهيل بن سالم بن حمد بن طبع العامري وعاشرا ينضم في هذه اللحظات هملول لسليم بن مسلم بن قزول العامري ياتي هنا على عاشر الأسماء. هذه النتيجة لنعود إلى الصدارة وشعار بن رملي هنا من يسيطر على مقدمة هذا الشوط والمركز الأول من خلال تواصل هناك الأسد. الأسد على الصدارة، الأسد على المركز الأول. بينما المركز الثاني هنا القدوم في هذه اللحظات من شاهين لعبد الله بن بطي بن حميد الدرعي هنا يتواصل على ثاني الأسماء. بينما ثالث الأسماء هناك القدوم في هذه اللحظات من شعار بالقرين يتقدم في هذه اللحظات الخزع بن محمد بالقرين العامري يقدم لنا وداع في هذا المسار. في هذا المسار الرائع والجميل بينما هناك التحركات من شاهين لحمد بن سالم بن حمد بن طبع العامري على رابع الأسماء. بينما المركز الخامس هنا ياتي النداوي العثة بالخزع بالعثة بالهركي العامري على سادس الأسماء. بينما هناك أو خامس الأسماء نعم بالفعل سادس الأسماء يتواصل الأسد سالم أو سهيل بن سالم بن حمد بن طبع العامري وهناك شعال الراشدي بدأ يتقدم في هذه اللحظات مع محذر محمد بن مسلم بن بخيت الراشدي وهنا القدوم في هذه اللحظات من هملول سليم بن مسلم بن قزول العامري. بدأت الأسماء أيضا بالانطلاق، بدأت التحديات 1200 إن سألتم عن الموقع هنا 1200 ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا كالأسد ياتي على الصدارة سليم بن رملي بن محمد العامري يتواصل هناك على الصدارة الأولى والمركز الأول. المركز الثاني هنا شعار عبد الله بن بطي بن حميد الدرعي هنا يتواصل في هذه اللحظات على ثاني الأسماء. بينما ثالث الأسماء شاهين حمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري بدأ يتقدم بدأ ينطلق في هذه اللحظات على ثالث الأسماء. ثلاثية رائعة بالرملي هناك يتقدم مع الأسد ولكن الدرعي هنا بدأ يتسلل مع شاهين عبد الله بن بطي بن حميد الدرعي ما شاء الله. والانطلاق هنا أيضا من شاهين حمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري بدأ أيضا هنا يتواصل بالانطلاق يتواصل بالتحدي يتواصل بالإثارة حمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري ولكن شاهين هناك عبد الله بن بطي بن حميد الدرعي يقدم أيضا شعاره تحدياته اندفاعاته ثنائية رائعة شاهين شاهين وشاهين. هنا أيضا انطلاقة رائعة ومميزة ما شاء الله تبارك الرحمن ولكن هنا شعار عبد الله بن بطي بن حميد الدرعي
الدرعي يسيطر على الصدارة الأولى من خلال تواصل شاهين بن يطبع قادم في هذه اللحظات. حمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، هناك بنبطي وهنا بن يطبع. اللحظات الأخيرة نتقدم ونرى أيضا هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة ما شاء الله ما بين بنبطي وما بين بن يطبع. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، ولكن هناك مشاهدينا. إذن متابعينا الكرام نأتي أيضا بهذه الانطلاقة والدخول الجماعي، نترك مع لجنة الخط والتحكيم ما بين شاهين وشاهين. هناك مشاهد الأعزاء عبد الله بن بطي بن حميد الدرعي، وهنا أيضا حمد بن سالم بن حمد بن طبع العامري. المركز الثالث، المركز الثالث كان الدخول المشاهد الأعزاء متابعي كرام الأسد للسهيل بن سالم بن حمد بن طبع العامري. التوقيت الزمني كان مشاهدي الأعزاء متابعين الكرام 9 دقائق 46 ثانية 23 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.